طالع هالليل وحده وما أدري شي عنده كان يروي نافع خبر أظن يبعدها الحجر طالع هالليل وحده وما أدري شي عنده كان يروي نافع خبر أظن يبعد بيد الحجر حير قلبي حالة دمعة بخفية سالة حير قلبي حالة دمعة بخفية سالة من فعله شوف العجب قوم تسأل شنهو السبب من فعله شوف العجب قوم تسأل شنهو السبب يا نافع قلبي انضام كأني أتخيل حرقوا لنا خيار يا نافع لا تسألني قلبي كأني أتخيل حرقوا لنا خيار وباكر تركض بالصحراء هل أيتام أدري ما ترحمهم يضل وفي باكر يا أنصاري وفي سلوت قلبي والخاطر أظل وحدي تضيعوني تخلوني لا ناصر وفي باكر يا أنصاري يا سلوى
ذبت قلبي والخاطر أضل وحدي تضيعوني تخلوني تضيعوني لا ناصر وفي باكر يا أنصاري يا سلوى وناصر من بعيد مالي على الغابرة أنظركم أنادي وما حد يجاوب عليكم بالفلا نادم أنوحا من أذكركم أنوحا من أذكركم أشوف أنصار مطروحين بالغابرة تركتوا حسين يجري العين بالحسرة شوف أنصار مطروحين بالغابرة تركتوا حسين يجري العين بالحسرة أشوف أنصار مطروحين بالغابرة تركت حسين يجري العين بالحسرة وفيت الدين للهادي ولا زهرة عجل حسين من يقدم المهرة وين الأخوان على الغبرة يضل قطعة ويمين ابني علي وين وساف وسط الحروب ومقاطعين وين الأخوان على الغبرة يضل قطعة ويمين ابني علي وين وساف وسط الحروب ومقاطعين تسمع زينب إلى تسمع والمهجم تقطع عليه جابته ذاك المهر جابته أم الصبر قادته ليه تسمع زينب إلى تسمع والمهجم تقطع عليه جابته ذاك المهر جابته أم الصبر قادته ليه وحسينا شوف أنصار مطروحين بالغابرة
ترك تحسن يجرح العين بالحسرة وفيت الدين للهادي وللزهرة عجل أحسن منه قدم المهرة وين الأخوان على الغبرة يضل قطعة ومنه وين الأخوان على الغبرة يضل قطعة ومنه بعد ابن علي وين وساف وسط الحرب ومقاطع عينه وين الأخوان على الغبرة يضل قطعة ويمينه ابني علي وين وساف وسط الحرب ومقاطع عينه تسمع زينب إلى تسمع والمهجم تقطع عليه جابته ذاك المهر جابته أم الصبر قالته تسمع زينب إلى تسمع والمهجم تقطع عليه جابته ذاك المهر جابته أم الصبر قادته ليه أم الصبر قادته أشوف أنصار مطروحين بالغابرة تركت حسين يجري العين بالحسرة وفيت الدين للهادي وللزهرة عجل أحسن من ويقدم المهرة علي وفيت الدين للهادي وللزهرة عجل أحسن من ويقدم المهر وين الأخوان على الغبرة يضل قطعوي من ابني علي وين وساف وسط الحرب ومقاطع عينه زينب إلى تسمع المهجم تقطع عليه جابته ذاك المهر جابته أم الصبر قادته زينب إلى تسمع والمهجم تقطع عليه جابته ذاك المهر جابته أم الصبر قادته تسمع زينب إلى تسمع والمهجم تقطع جابته ذاك المهر جابته أم الصبر قادته أم الصبر قادته وهو ينادي أحبائي فلو غير الحمام أصابكم لعتبت ولكن ما على الموت معتبوا الحسين يستنهض أنصاره و
وهو يقول من ذا يقدم للجواد ولامتي والصحب صرعى والنصير قليل. وش جرى يا أبو علي؟ من الذي أتى لك بالجواد؟ فأتته زينب بالجواد تقوده والدمع من كثر الجراح يسيل. قالت له مثل اختك شفت هم حزينة يا ولينا من مثل صبري. قالت له مثل اختك شفت يا حزينة يا ولينا من مثل صبري. قم أني بنفس المهر للمنية لو بدي أفدي لك نحري. قلت له مثل اختك شفت هم حزينة يا ولينا من مثل صبري. قدم بنفس المهر للمنية لو بدي أفدي لك نحري. ودي يا خويا أرحل وياكم وانذبح مثلك بالوطية. والله ما تسوى عيشة من دونك وانت يا باقي يلبقية. ودي يا خويا أرحل أني وياكم ذبح مثلك بالوطية. والله ما تسوى عيشة من دونك وانت يا باقي البقية يا حسين. قالت لا مثل اختك شفت هم حزينة يا ولينا من مثل صبري. قالت لا مثل اختك شفت هام حزينة يا ولينا من مثل صبري. قدم بنفس المهر للمنية لو بدي أفدي لك نحري. قالت لا مثل اختك شفت هام حزينة يا ولينا من مثل صبري. أقدم بنفس المهر للمنية لو بدي أفدي لك نحري. ودي يا خويا أرحل وياكم وانذبح مثلك بالوطية. والله ما تسوى عيشة من دونك وانت يا باقي البقية. ودي يا خويا أرحل وياكم وانذبح مثلك بالوطية. والله ما تسوى عيشة من دونك وانت يا باقي البقية.